سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين كي دايرين مع الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وشكرا لكم كاملين على التعليقات ديالكم الزوينة، لهلا يخطيكم علينا والله يحفظكم والله يخلي لكم تانتوما هي العائلة ديالكم، والله يخليكم دائما مجموعين مع خوتكم مع والديكم ومع الناس اللي عزازين عليكم ومع وليداتكم، لهلا يخطيكم البنات. صراحة فرحت بزاف بالتعاليق ديالكم الزوينة، الله يحفظكم لينا. المهم انا صبحت مع الصباح كنقاد في سميتو الناموسيه، عارفين ضروري تقادي الناموسيه قبل ما تخرجي، تقادي الكوفرلي وسميتو. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوا على الكوفرلي منين خديته، راه كنت خديته من عند واحد التعاونيه في كازا البنات، الصراحه زوين بزاف، سخيخن في هذا البرد هذا. هو مطروز بالصم، وداك الصم الحر ماشي غير الصم الصم. المهم اختاريته في هذا اللون هذا حيت يعني هو اللي كان عاطيني فيه الصم كيبان مزيان، يعني الالوان الاخرين ما كيبانش فيهم الصم الا اللي بالقرونه او لا هذا كيبان، اما بلون كاسي ولا ما كيبانش فيهم الصم بزاف. المهم يا اختي دائما داك الروتين اليومي ديال كتفيقي عرفتو النور هين كتضعق في الوقيته ديال البرد، كتضعق حيت كيكونوا المانطه بزاف كيعجبها، غير الصيف كيكونوا يزوره وصافي. المهم انا كنجمع دابا كنقاد غير داكشي، راه ماشي الترتيب هو هذاك، ولكن غير بعد على الاقل باش ملي تخرجي وترجعي تلقاي الناموسيه ديالك مقاده مصايبه معاوده، ما تلقاي فيها حتى شي يعني حتى شي حاجه مخربقه، كتدخلي البيت ديالك تعجبك الحال فاش كتلقايه مقاد ومعاود، ماشي بحال فاش كيكون مرون والحوايج ديال الصابون مليوحين سميتو. المهم كنحاول قدر الامكان قبل ما نخرج نقاد بيتي نصايبو ونعاودو، وكندير فيه داك سميتو كنرش فيه داك سبراي زويون. كاينين جوج الانواع عندي، واحد ديال العود واحد بواحد النكهه اخرى ديال لومبيونس، صراحه زويونين بزاف. هانتوما كيما قلت لكم الحوايج ديال الصابون كيكونوا دائما غنبدا نستف فيهم نقاد فيهم بشويه بشويه. انا راه البنات راه شنو كيديروا، راه كيهبطوا الحوايج كيحطوهم في الشبكه اولا كيحطوهم ليا عند الراس ديال الناموسيه وصافي، كل وحده كتفرق حوايجها في بيتها وتيخليهم. النور هين تنطلبها طليب غير باش تطلع تنشر الحوايج، فاش كتجيبهم كتحطهم نادا اللي كتفرق الحوايج مره مره. وانا كنقاد حوايجي ونادا بطبيعه الحال كتقاد حوايجها، النور هين يلاه وليت كنزيرها باش تقاد حويجاتها في البلاكار ديالها، حيت هي اصلا ما كتعرفش تطوي وما تبغيش تطوي، ولاني كنسعفو معاها ما حد دابا بقى صغيره. المهم انا قاديت دابا صافي ستفت كلشي وعاودتو، عاد غادي نوري لكم. هذه هو قلت لكم السبراي اللي كان رش. المهم هذه بيضه بلومبيونس عرفتو، كتخلي واحد المعطر زويون في الفراش، كديريها في الحوايج كديريها في اي حاجه زويونه. والكحله هي ديال العود البنات عرفتو، طلعت من فوق طلعت باش نهبط لمي الحوايج منشورين، بغات تمشي للحمام عرفتو، سخفت مع واكله البلبوله انايا ما نعاودش ليكم، قلت نتسارع عاد نهبط عرفتو ثلاثه الدروج عييت نيت البنات اختي نهبط تنير اش نقول لكم، ملي تنطلع للدرج تسخن ما عرفتش واش حيت يلاه فاطره كريشه عامره ولا شنو، تنحس بديك البلبوله اللي في كرشي تتقلقل مع الدروج. انت اختي امي يمشي للحمام، ما صبحت معاه الصباح تتواجد في الطولته ديال الحمام حادقه، قالت لك بغيت نمشي للحمام، قلت لها يلا قبل ما نخرج حيت انا اللي خصني نمشي للبوسطه، نمشي للبوسطه ونمشي مقاطعه تتبقاي فيها عوقه وحده خاصك لها 3 شهور وتجري عليها والله العظيم. شو شنقول لكم، تتبقاي سير جي سير جي، وزعما كاين الخدمه ديال نص ساعه ولا تبقاي فيها واحد 3 شهور، والله الا قلت لكم مقاطعه من شهر ما عرفت 10 ولا، وانا شي ورقه تجري علي بجري علي وفي الاخر ما كاينه حتى فايده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ايه وخالتكم العميريه جا ما يخرجها، زعما راه خرجت لها سطولتها وخرجت لها الصاكه وكلشي وتتبقى
قال كلاكسوني عليها تقول لي اه خيه. اختي لا يحرم شي واحد من والدي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نسيت انايا عرفت شو البنات شنو اه ونسيت انا كيحسب لي واش مفرقين. دابا جبت الوالدة تجتا للحمام وانا نسيت بالله راه دارو انا كيحسب لي غير في كازا. يلا بداو في كازا وعاد غيعموا على المغرب كامل. الساعه هي راه على المغرب كامل الاغلاق ديال الحمامات. دابا جينا للحمام مع الدك عمان الاميريه كاع الحمامات دابا ساعدين ماشي زعما غير هذا الحمامات كلشي المغرب كامل غيوليو يخدموا ربعه الايام في السيمانه حاضر اه قال لك الماء ما كاينش الماء قليل. شنو اليوم؟ ها؟ يوم الاثنين. اثنين وثلاث ولا اربعه ما كاينينش الحمامات ما يخدموش. غيخدموا غير الخميس والجمعه والسبت والحد. غادي نديرها لكم في بالكم بالنسبه للناس تاهما اللي بحالي ما عارفينش. قال لك الحمامات ولافاج ولافاج ديال الطوموبيلات. والله لا راه متهيئين. حمامات ولافاج ديال الطوموبيلات ولافوكا راه الدنيا هانيه تغرس عندنا في المغرب ويهزوا ليا وداكشي الاخر الدنيا هانيه. حنا من دون الناس ايوا المهم شاش غادي نديرو الدنيا غاديه في الخسران. اي ورحنا شي غاديه في الخسران البنات مع الحكم تاع بنادم. والله هادشي لا يبشر بالخير يا ربي الله يغيثنا برحمته. أه؟ والله يغيثنا برحمته الدنيا غاديه في الخسران امي. بقى ميعجب الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله. هز اخويتي سطيلاتك وخلي في التلفاز. ما سطيلاتي ولا الف ديالي بعدا نمشي لزنقة نمشي لهذا سمو نشري نقص بعدا نقص عاد فاري راه نقص بالترى طبعا. شو مي دابا حتى نهار الخميس ان شاء الله اه الحمام ميعاد الخميس خلي حويجاتك مجموعين. احنا ما داويين على الحمام دركو داوين على الضفايرات لا حتى العشيه عاد تيكونوا هذوك حاصين صراحه. دابا انا كانت خاصاني الخضره البنات جيت باش نتقدا الساعه تاع الغدا. غادي ناخذ دابا غير البصله باش نطيب الغدا صافي. ندير البصله ونمشي في حالي ندير الغدا. شنو انا جيت للدار رديت شويه ديال اللوبيا درتو يطيب نشوف العافيه واش دايره صافي راه دايره مهيله شويه باش ما يتحركش. طالع الفوق طالع الفوق تنسمع في نورين تليكم تنسمع في نورين تقول لها دابا راه 11 ما سمعونيش وقيت جيت قالوا ماما تخلينا بلا غدا شخصيا نطلع للدوم نشوفو شنو تيديرو. هبطو ما تعرضتو لماماكم ما بستوها صونيت لك ما دصونيت لك علينا فاتحه الواتساب حبيبتي كوبيتي حشتك اختي دوز سمعت العطلات براسك حشتك توحشتك ماما وكبيتي انت ما تبوسيش فيها ما ينوض شتو فيها ما ينوض. نعاودها لكم كي خريفت نتيسي ايوا يا اختي بكره لك صبحت مع الصباح بنمشي للحمام بنمشي للحمام وجدت مسكينه حويجاتها انا كنطيب في البلبوله وجيت توجد هزت الحنه خلطتها باش ديرها لراسها. مشينا يا اختي للحمام تلقاو بلاكا فيه ما كايناش الخدمه اثنين وثلاث ولا اربعه غير اللي يخدم الحمام غير الخميس والجمعه والسبت والحد ما فراسناش حنايا. يوم بكره انا مسكينه وهي ترجع رجعت بقى فيها الحال قالت لك على انايا مخلطه حنينتي وبغيت نخليها شويه حطيتها قدام الدار قلت لها يلاه هبطي ما قالت لك لا والو غادية خارجة خارجة قالت لي حطي لي حوايجي وديني حطيني في القيصارية بقى فيها الحال ديك الحنينة غادية وتتقول لك يوم مزيان وانا حنتي مرطباها ونخليها مرطبة حتى النهار الخميس. الجفاف تتي واه
ليه لا حي الله سيدنا محمد رسول الله. انا رجعت للسوايكي سمعت وقال لي انا عمان رجعت للسوايكي ومشيت للقيصري اللي كنت بغيت نخلص البرد يعود يعود مرات السيمانه ماكسيموم مره المينيموم راه لا محطه في قرعه فهمتي الصيف نهار نهار بحال هكا فهمتي ماشي هذوك اللي تيداو الشوكولاتة كل نهار كل نهار كل نهار ولكن ما صايبش ما يشرب لا لا هي بنتي دوك الفلسطينيين راه عام الشتا ملي كيشربوا ما عندهمش الشمه ايوا بحيث الله يصايب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الدنيا غاديه وخسران وقامي يعجب الله العظيم الى كوكب اخر ونحافظ عليه جتي سميتو البيتا دخلي المسار عارفه انا ما عارفه شخصك اللي عارفه الله يدير لك الصحه بنات انا كنت خارجه رجعت لقيت خالتي كون فاطمه كطيب في المطيشه قالت لك تشهيتها وشوف دايره سطوله هكا محطاهم توصي وتعاود قالت لي شوفوا انا حكيت وقاديتهم والله لقيتكم هازين وتنوري لكم انتما اختي همي تطيب ما عطيتها السلام عليكم زيد على عندك شحرق لك عادي قاضي امي طيب انا جيت صحتكم راحتكم بدك حاجه غدا عزيزه على امي ما عطيتها ها البيضه كل شيء ما بغيت حتى حاجه من غير امي تبغي ما عطيتها البصله البنات سمحوا لي على الفيديو لاني خاصني ضروري نصور معكم داكشي القسم الله.